مرة أخرى نعود إليكم بمراجعة جديدة للعبة صدرت قبل أسابيع قليلة، ألا وهي لعبة لوست سفير. لوست سفير ذات طابع الار بي جي الياباني التي تأتينا من استوديو طوكيو ار بي جي فاكتوري، والذي سبق وأن قدم لعبة ايم تتسونا لنا، ومن نشر شركة سكوير إنكس الشهيرة. اللعبة حاليا متوفرة على أجهزة بلايستيشن 4 والبي سي والسويتش. قصة لوست سفير تدور حول بطل يدعى كاناتا، وهو المبارز الشجاع الذي استيقظ من منامه ويسعى إلى إنقاذ العالم من الاختفاء عن طريق استعادة ذاكرته المفقودة، وذلك بمواجهة القوة الشريرة والتي تنشر الضباب الذي يدمر القرية التي كان يعيش فيها كاناتا. أعجبتني في اللعبة فكرة القصة وطريقة القتال، بالإضافة إلى الألحان الموسيقية في اللعبة، وهو ما اعتدنا عليه من استوديو طوكيو ار بي جي فاكتوري من تقديمه. اما الاشياء التي لم تعجبني فهي عدم وجود خريطة تحدد لك مكان المهمة، وعليك متابعة جميع الحوارات بادق التفاصيل لمعرفة مكان المهمة القادمة، وذلك بقراءة ما بين السطور. وجهة نظري أن شركة سكوير إينكس قامت بإنشاء استوديو طوكيو آر بي جي فاكتوري للعمل على ألعاب 2D الكلاسيكية بنظام الجي آر بي جي، شبيهة بسلسلة كرونو تريجرز والأجزاء القديمة من سلسلة فاينل فانتسي، ونرى أن الاستوديو ينجح في ذلك. في الختام، تقييمنا للعبة لوست سفير هو 7/10.